الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من برنامجكم فتش الكتب، وحلقة جديدة من سلسلة صورته ومثاله، وإحنا ماشيين في الموعظة على الجبل مع تفسير القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. وصلنا للآية اللي موجودة في متى 5:27 بتقول: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. هقرأ لكم جزء من اللي قاله ذهبي الفم على الآية دي. يقول: رب قائل، ماذا لو نظرت واشتهيت فعلا لكن دون أن أفعل شرا؟ يعني عاوز يقول الناس معترضة لأنه نظرة تعتبر زنا، مستكترين المعنى اللي قاله المسيح. فواحد يعني يتصور انه واحد بيعترض بيقول: طب انا لو نظرت بس ما عملتش حاجة غلط، يعني حتى ان فعلت ذلك انت محسوب من الزنا، لان مشرع الناموس يقول ذلك. يعني صاحب التشريع هو اللي له الحق يقول غلط والغلط قد ايه، وليس من حقك ان تطرح اسئلة اخرى، لانك ان نظرت مرة او مرتين او ثلاثة لا استطعت أن تضبط نفسك. لكنك إن كنت تفعل ما تفعله باستمرار وتشعل آتون الشهوة فإنك ساقط لا محالة. يعني إيه؟ لو ربنا ما قالش أن النظرة هتجيب زنا، هتلاقوا الناس تستسهل النظرات، والنظرات لما تزيد وتزيد وتزيد طبعا استعداد الزنا زاد. نفس فكرة الغضب والقتل، هو قال ليه لا تغضب وما تشتمش خالص؟ ما هو غضب بعد شتيمة وتتكرر كتير يبقى ممكن تبقى قاتل في يوم من الأيام. وإحنا قلنا أن في العهد الجديد المسيح له كل المجد، بيعلى بالمستوى الأخلاقي ويتسامى بالفضيلة عشان نتشبه بالمسيح. إنك ساقط لا محالة، لأنك لا تفوق طبيعة البشر فأنت منهم. ونحن إذا رأينا طفلا يمسك سكينا، التشبيه ده جميل قوي. لو شفت عيل ماسك سكين نضربه أو ننتهره حتى لو لم يؤذي نفسه بها، ونمنعه من أن يكرر ذلك مرة أخرى أبدا. هكذا يفعل الله معنا. يعني لو لقيت طفل صغير 5 سنين ماسك سكينة، بتعمل إيه؟ بتجري عليه وتشيل منه السكينة وتقول له ياك تعمل كده تاني. ليه؟ هو أنت هتستنى لما يعور نفسه أو يموت أخوه، ولا خلاص بتشيل السكينة بسرعة لأنها إيه؟ هتأذي. فمجرد ما مسك السكينة ده إنذار، هي نفس فكرة النظرة. هكذا يفعل الله معنا، إذ ينتزع منا النظرة الرديئة حتى قبل الفعل لألا نسقط في أي وقت. لأن من يشعل مرة لهيب الشهوة حتى وإن غابت عنه المرأة التي نظر إليها فإنه يصنع في عقله خيالات مستمر. سو كلام من القرن الخامس لكن عملي جدا. ليه؟ ما هي النظرة لما تبقى وحشة، المخ بعد كده بيخزن وتبتدي الخيالات تزيد، وكل ده يجهز الجسد للخطيه. يبقى واضح انه ده واقع البشريه كده. فلما ربنا يسوع يعالج مصيبه كبيره زي الشهوات والزنا، يبقى لازم نبتديها من جذورها. يصنع في عقلي خيالات مستمره لامور مخزيه ينتقل بسببها الى ذات الفعل. يبقى النظره والخيال مع التكرار لازم هينتهي بفعل رديء. لهذا ينزع السيد المسيح الفكر الذي يحتضن القلب. يسأل سؤال تاني قديس ذهبي الفم، يقول: ورب قائل، لماذا لم يتحدث مع النساء أيضا؟ من نظر إلى امرأة، يبقى الحديث للرجالة، ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. طب ليه ما قالش الكلام على النساء؟ نقول رغم أنه كان يخاطب الرجال فقط حول قوانين مطروحة وشائعة للجميع، إلا أنه عند مخاطبته الرأس يجعل وصاياه عامة لكل الجسد. سبع التفسير الجميل الروحي ده، ما هو آدم ضمنيا حواء خرجت منه، لما الكلام يبقى لآدم يبقى الكلام يعم كل الجسد، لأن كل حواء خرجت من آدم. وصحيح حواء بعد كده جابت آدم كأم يعني، إنما المقصود الكلام لرأس البشرية أو للراجل، يبقى لازم ينتقل ضمنيا لكل امرأة. إذ خلق الرجل والمرأة وجعلهما كيانا واحدا، ولا يمكن التمييز بينهما في أي مكان. يبقى الكلام هنا عن منع الشر يخص رجال أو ستات.
لكن هذا لا يمنع أن الرب وبخ النساء أيضا كما في أشعياء 3:16 حيث يقول الكثير ضدهن. صعد لما تذكروا تلاقوا أشعياء زعلان جدا، ربنا يعني بيتنبأ على فم أشعياء على الإباحية اللي فيها الستات واللبس الخليع والكلام ده، موبخا ملابسهن ومظهرهن وطريقة مشيهن وثيابهن المزيلة التي يجرونها خلفهن على الأرض والأقوال المتراقصة والرقاب الممدودة. تعرفين دي كلها مظاهر للخلاعة في الزمن ده، والخلاعة في كل جيل لها مظهر. فهنا واضح أن القديس ذهبي الفم بيقول زي ما الكلام للرجالة لموا عينيكوا، يعني الكلام كمان في الإنجيل على السيدات حافظوا على منظركم عشان ما تبقوش مجال للشر. اسمعوا الطوباوي بولس وجاب لنا من تيموثاوس الأولى 2:9 وهو يضع عدة قوانين حول الملابس والحلي ومصوغات الذهب وتسريحة الشعر وصبغته. فالقديس ذهبي الفم وهو بيشرح وصية من نظر إلى امرأة ليشتهيها جاب اللوم على الراجل اللي عينه زيغة وجاب اللوم على الست المستهتر. يبقى ذهبي الفم كان واقعي جدا انه ده غلط وده غلط، عشان في ناس بتقول طب احنا البنات ذنبهم ايه؟ لا، ما هو لو بنت محتشمة ملهاش ذنب، لكن لو بنت مش لابسة كويس يبقى هي كمان شايلة جزء من الذنب. وتسريحة الشعر والصبغة وأسلوب الحياة المرفهة وأشياء كثيرة أخرى، ده هنا كلام من بولس غير كلام أشعياء، ليوبخ خبث النساء بعنف. يبقى هنا في إشارة في كلمات القديس بولس على الاحتشام وبيرجعها الأشعياء 3 وهو بيفسر متى 5 بتاعت شهوة النظر. السيد المسيح أيضا ومما يلي من أقوال يقصد نفس القصد ولكن بشكل خفي، لأنه حين يقول اقلع العين التي تعسرك، بصوا بقى راح لنا القول آخر لربنا يسوع، قال لنا مش المسيح قال إن أعصرتك عينك فاقلعها؟ هيفصل لنا اقلع العين التي تعسرك والقيها عنك، إنما يدلل على غضبه ضدهن. يعني إيه؟ اللبس الخليع ده اللي لازم يقلع. يعني إيه؟ فاش يبقى فيه لبس خلاعة وبعدين نقول للشباب الصغير عينيكو مش عينيكو؟ طب ما نقلع هذا المنظر السيء الأول. أي ضد بعضهن ممن يعسرن الرجال. ولهذا يضيف أيضا إن كانت عينك اليمنى تعسرك اقلعها والقيها عنك. وهنا معناه إذا كان في مجال في لبس خليع بلاش منه خالص، يبقى أنت بتحمي عينيك، وطبعا المجال ده اللي هيشتركوا فيه كلهم مخطئين أمام الله. وبعدين يقول لو كان السيد المسيح يتحدث عن أعضاء الجسد، يعني لو كانت الحكاية اخلع عيني دي بجد حرفيا، هيفسر يعني نعمل ايه؟ نشيل العين بجد؟ لما ذكر ذلك عن عين واحدة، ما هو أصل اللي عنده عين عنده عين تاني، فلو شلت العين هو النظر وقف، ولا عن العين اليمنى فقط بل عن العينين، لأن من يتأذى بعينه اليمنى لابد وأن يتضرر أيضا بعينه اليسرى. فلماذا ذكر العين اليمنى ثم اليد؟ بقيت النص يقول وإن أعصرتك يدك اقلعها والقي عنك. واضح مش بيتكلم حرفيا عن عين وإيد ورجل، وبيكلم عن مجالات وعلاقات لازم يقلع عنها من أجل نقاة الإنسان وخلاص. ليريكم أن حديثي ليس عن الأعضاء أو الأطراف بل عن القريبين. عشان كده بستخدم كلمة اليمنى، ليه؟ أقرب لك، مش كده؟ لو حد قريب وهيجيب لك يعني خطية أو هيتسبب في يعني تشويه النقاوة ابعد عنه مهما كان قريب. كأنه يقول إن كنت تحب شخصا ما وكأنه محل عينك اليمنى، وإن كان ذا قيمة بالنسبة لك حتى أنك تحسبه محل يدك، ولكن يؤذي نفسك فإنك تقطعه. بصوا بقى الشدة في الكلام، لو شخص قريب ليك لكن ده ممكن يلخبطك اقطعه من حياتك. اقطعه يعني انت ابعد عنه، ما انت مش هتموت حد يعني، لكن خد جنب، وقف العلاقة دي تمام. لا تقول دي زميلة ولا ده صديق ولا ده أصله من العيلة، خلاص نفسك أغلى في نار جهنم. تأملوا تأكيده للأمر إذ لم يقل ابتعد عنه،
بل حتى يؤكد على الانفصال الكامل عنه، يقول اقطع، يعني ابتعد عنه. دي أصلها إيه؟ يعني خفيفة شوية. أما المسيح قال اقلع، اقطع، كان شديد قوي في النص ده، تجنبا للشهوات والعصرات. والقي عنك، مظهرا أن الأمر حاسم ويبطر، لكنه يظهر الربح من جهة أخرى، سواء جاءنا من المنافع أو الشرور، مستمرا في تقديم الصورة المجازية، إذ يقول خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. دي في متى 25-29. يعني إيه؟ متى 5-29. يعني بص، أنت عاوز تكسب إيه في الآخر؟ عاوز تروح السماء؟ إيه يعني تأيد نفسك شوية في الدنيا دي؟ إيه يعني تبعد عن بعض الناس؟ إيه التنازل الكبير اللي عملته في سبيل ما تضيعش أبديتك؟ يبقى خليك واعي. فربنا يسوع بيحفزنا على النقاوة والطهارة والاحتشام والهروب من الشر، نظرا إلى السماء وخوفا من الهلاك. فهو إذ لا يقدر أن يخلص نفسه ويفشل في تحطيمك، إلقي هذا العضو عنك. يعني إيه؟ بزيادة العلاقة دي كلها، المجال ده كله نبعد عنه، ولأن ناس نقف قدام ربنا مدانين. أي عطف هنا؟ إذا غرق الإسنان وهلك معا. طب حد قريب ليك قال أنت محرج تبعد عنه، أنتوا الاتنين ضيعتوا بعض، ده كلام؟ ما تبعد عنه عشان هو ما يضيعش وانت ما تضيعش. بينما إذا انفصل فإن واحدا على الأقل سوف ينجو. يعني على الأقل خد قرار أنه يفصل الموضوع ده ويقطعه من حياته ويهرب، على الأقل ده مش في طريق السماء. التاني لو لسه متهاون لسه معرض للهلاك إن ما كانش هيتوب. يبقى واضح القديس يوحنا ذهبي الفم ما ركزش بس على نظرة العين الشهوانية، وقال لنا دي بداية زنا ولازم نسمع كلام المسيح، والكلام منطقي جدا لأن النظرة هتجيب فكرة والفكرة هتتكرر لغاية ما تبقى ملحة، لغاية ما تصل إلى أفعال رديئة. وبعدين قال لنا ده مش معناه أن الكلام مش للستات، لا، الستات يمنعوا النظرات لما يكونوا في احتشام، وبالتالي هم كمان لازم يراعوا أنه ما يبقوش مجال للعصر. وقال في تجنب العصر نفتكر حكاية قطع العين وقطع اليد مجازي روحي، بمعنى قطع كل علاقة قريبة قد تصل بالإنسان إلى خطية الزنا أو الشهوات الرديئة. ويبقى الواحد خايف من جهنم ومشتاق للسماء، وبالتالي بياخد قرار شديد من أجل طهارته ونقاوته. يكمل يقول إيه بعد كده؟ ينطبق نفس المثل على رجال أو نساء نحبهم أو نعرفهم، فإن كان صديقك يؤذيك بصداقته. حتى دي مهمة قوي يا جماعة، لأنه ذهبي الفم كأنه عايش في القرن 21، كان بيتكلم مع ناس في القسطنطينية، والناس دول كانوا شوية على درجة من الرفاهية، زي ما كانش بقى في التلفزيون والميديا وكده، بس كانت البلاد دي مرفهة شوية. فكتير قوي ما القديس ذهبي الفم كان بيحذرهم ويبقى جديد في العظة ويقول لهم خافوا الشر سهل، بس الشر ده في جهنم بعد كده. فبيقول إن كان صديقك يؤذيك بصداقته ويظل هكذا دون علاج، إن قطعه عنك يحررك من رداءة سلوكه. يعني لو صاحبك مش راضي يتوب ومش خايف زيك، لازم ما يبقاش صاحبك، لازم تعتبره إيه؟ من الأشرار. في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. يبقى خلاص بنقطع العلاقة دي. ليه؟ واحد عاجبه الغلط، طب وانت هتغامر بالأبدية؟ حتى لو كان صديقك لازم تاخد قرار. أما هو فيتحرر من أثقال عسرة الحمل، ما تقولش أنا هفضل جنبه بس مش هغلط، طب ما هو الكلام كله ملخبط والجو كله ملخبط، هتفضل عندك مناعة قد إيه؟ تفضل تقول مش هغلط قد إيه إذا كان الجو كله بيساعد على الغلط؟ لا، أنت بتشيل حمل من فوق كتافك لما بتخلص من الموضوع ده خالص، بتطلع برة الدايرة خالص، وبالتالي قادر تعيش في نظافة ونقاوة من غير لخبطة، تتخلص من هلاكك ومن أعماله الشرير. فما أعظم الناموس وما ألطفه وما أجمله، وهو يعتني بكم فيما يبدو للناس قسوة. يعني الناس ممكن تقول الآيات دي قاسية شوية، بقت النظرة زنا واللي عينه تزوغ ده يقطع عينه. صدقوني دي مش قسوة، ده ربنا من رحمته عاوز يحمينا من جهنم. وبعدين الطهارة مريحة، بيبقى جوه القلب سلام، وبيبقى العلاقات سوية، وتبقى الناس محترمة كلها،
إنما طبعاً أنتوا فاهمين الشهوات والتجاوزات تفسد كل شيء في الحياة، غير أنها ضيعت السماء كمان. فبيقول فيما يبدو للناس قسوة، هو عارف أن الآيات دي تبدو لبعض الناس عالية زيادة، قسوة في زمن بقى غلط سهل، لا حبيبي دي مش قسوة، ده الخطية اللي كلها قسوة. يكشف عن عمق المحبة نحو الإنسان، فليسمع هذه الأمور المسرعون إلى اللهو في المسارح كل يوم والزناة. تصوروا بقى ناس بتفتح سايتات مثلا تتفرج على حاجات وحشة، ده انت رايح للخطيب رجليك، انت مش بتقطع مجال الشر، ده انت رايح تدور عليه، انت بتعمل زنا حقيقي بالطريقة دي وانت عمال تفتح على نفسك أبواب جهنم. النهاردة الناس بتفتكر انه من الرقي أو التحضر أو يعني الفرنجة أو إن هم يتابعوا حاجات وحشة في الدنيا ويتفرجوا على أفلام ردية ويفتكروا إن ده إيه يعني حاجة عادي، قال يعني عشان ده نوع من الإيه التحضر، ده مش تحضر ده تخلف، ده نظام اختيار حياة حيوانية مش حياة إنسانية، علاقة ده بالنقاوة والزواج والحاجات اللي ربنا عاملها. فبيقول إن كان الناموس يوصي بالقطع هنا أعني الذي يؤذينا بارتباطنا به، فما عذر الذين يرتدون تلك الأماكن ويكتذبون إليهم كل يوم حتى الذين لا يعرفونهم. الأسوأ والأسوأ إن البضاعة دي بتتسوق، يعني الشباب يعرضوا على بعضهم الكلام ده والأصدقاء يشدوا للسه كويسين يشدوهم للغلط، ده عقابهم شديد قوي، ده لو خدمهم من ورا الشيطان كده على جهنم. ويكتذبون إليهم كل يوم حتى الذين لا يعرفونهم فيوفرون لهم فرص الهلاك بغير حصر. الفكرة لو تعرفوا تجارة البورنوغرافي اللي هي تجارة الإباحية على الميديا بيتصرف عليها مليارات، بيقولوا إنها دلوقتي أعلى من تجارة السلاح وتجارة المخدرات في العالم، عشان الشيطان عاوز يخلي كل الدنيا فزدانة ودمخها في الشهوات وخلاص، محدش يفكر في السماء ولا الخير ولا التوبة ولا كلام ربنا، كله يتحول إلى إيه أجساد تعبد الخطية والشهوة لغاية ما إيه يفسدوا ويروحوا الهلاك الأبدي. فالتجارة دي من أعلى التجارات في العالم، وتستغربوا طب اللي بيتاجروا بالأفلام دي ويسوقوها ونسبة المشاهدة عالية جدا في العالم استفادوا ايه؟ لا هم استفادوا فكر شيطاني، هم عاوزين الناس كلها تبطل بقى النقاوة والقداسة والبحث عن الله والحياة الأبدية، كل ده بيتلغي والناس بتبقى ايه أقل من الحيوانات فاشت. فبيقول يوفرون لهم فرص الهلاك بغير حصر، لهذا حرم السيد المسيح النظرة الشريرة لما يعقبها من خطايا، ولهذا يأمر بناموس العهد الجديد أن نقطعها عنا ونطرحها بعيدا، وهو الذي نطق بأقوال المحبة التي لا يحصى لها. فكرة أنك تقطع علاقة ممكن ضميرك يتعبك، لأن المسيح قاعد يوصينا عن الحب كتير قوي، وبنحب حتى أعدائنا ونحب الناس مهما كانوا، فواحد يتلخبط طب أنا أحب إزاي الناس دي كلها والمسيح بيقول لي ما تقفش في حتة فيها خطية واقطع إيدك وعينك ورجلك، أي علاقة قريبة لو هتضيع منك السماء. لا حبيبي الحب لازم يبقى في النور ما يبقاش في الظلمة، ما فيش حب حقيقي فيه مجاملة في الغلط، لا انت لو بتحب الناس تصلي لهم تقول لهم تعالوا في سكة ربنا، مش عجبهم تبعد عنهم، ويبقى بتحبهم من بعيد صلي لهم، لكن تبقى صديق بالعافية والمجاملة تغلب مبادئك ده مش حب. محبة ما تختارش الظلمة أبدا، تفرح بالحق ولا تفرح بالإثم، ده تعبير كورنثوس الأولى 13، يعني لو حب حقيقي ما يفرحش أبدا بجو الشر، مش حاجة اسمها أصحاب بنحب بعض نشجع بعض على الفساد، ده مش حب. أنت بتأذي أخوك، أنت بتضيعه من السماء، أنت بتخرب حياته بالطريقة دي، تقول بعد كده إحنا أصحابه بنحب بعض، ده مش حب خالص. لو بتحب وتخاف على بيته وتخاف على أبديته وتخاف على طهارته، ده لو حب حقيقي. فهنا بيفسر يقول يأمر ناموس العهد الجديد أن نقطعها ونطرحها بعيدا، وهو الذي ناموس العهد الجديد نطق بأقوال المحبة التي لا يحصى لها عدد، لتدركوا في كل وقت قوة رعايته الإلهية وسعيه الدائم إلى منفعتنا. يبقى كده الواحد يدرك
قد إيه ربنا يعني غيور على خلاصنا، وعاوزنا نبقى أنقياء عشان الجسد ده هنخلعه بكل شهواته اللي هيعض لنا النفس الإنسانية الغالية دي اللي جوه، هتاخد جسد ممجد بعد كده. فإحنا ماشيين في الاتجاه ده ولا ماشيين في الاتجاه العكسي؟ يكمل يقول: قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، أما أنا أقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. عايزين نعرف برضو رأي ذهبي الفم في الآيات دي اللي هي بالنسبة لناس كتيرة يعني تبدو أحيانا محيرة، أن في ناس عاوزة الطلاق لأي سبب، وفي ناس رابطة أن الطلاق فعلا ما ينفعش إلا لعلة الزنا. طبعا ده رأي المسيح وده فوق رأسنا كلنا. فبيقول بعد أن أوضح الأمور السابقة، بدأ الرب في عرض مفهوم الزنا بشكل جديد. فقد كان هناك ناموس قديم معمول به، لو تثنية 24: من يكره امرأة لأي سبب حتى لو كان تافها يمكن أن يطلق. ده نظام التثنية العهد القديم. وأن يأتي بزوجة أخرى للبيت بدلا عنها، والناموس يأمر أن يفعل هكذا ببساطة، بل أن يعطيها كتاب طلاق حتى لا تعود. يعني إيه؟ لما بيكتب لها كتاب طلاق مش مصرح أنه يرجعها تاني، ده ناموس العهد القديم، حتى يبقى الزواج في شكله الشرعي قائما، عشان ما تبقاش لعبة بقى. فيبقى اللي هيدي كتاب طلاق مش من حقه يرجع الزوجة دي تاني، فيبقى الواحد لازم طبعا أي راجل في العهد القديم يحسبها كذا مرة، لأنه لو لم يشرع الناموس ذلك لكان من الشرع أولا أن يطلقها ويرتبط بأخرى ثم يعود ويأخذ الأولى التي طلقها، تعم الفوضى بشكل كبير. وبيشرح ليه حكاية كتاب الطلاق اللي عمل نوع من الحدود شوية عشان يقلل الفكر. ويتزوج الرجال زوجات الآخرين باستمرار لو الحكاية ثابت كده، ولأصبح الأمر بمثابة زنا مباشر، كأنه نوع من الطلاق ده يعني هيسمح بموضوع يعني كأنه زنا مقنن. لهذا يشرع الرب كتاب الطلاق في العهد القديم كنوع من تلطيف الأمور، تحجيم الغلط. طلاق ليس أمرا هينا، لكن الناس أساءوا استغلاله لشرورهم العظيمة ولأسباب أخرى غير اللطف. أعني أن الرب قصد أن يترك الزوج الكاره زوجته في بيته ويطلقها حتى لا يقتلها. ده اللي قاله المسيح لهم: بسبب أسوة قلوبكم أذن لكم موسى أن يكون كتاب طلاق، لأنه لو ما طلقهاش هيموتها. فطبعا ربنا بيختار الأقل خسارة مع ناس مفترية في العهد القديم. هكذا كان طبع اليهود الذين لم يشفقوا على الأطفال وذبحوا الأنبياء، دي كانت أخلاقهم يعني، وهم لا يرحمون النساء بل يبطشون بهم. لهذا يسمح السيد المسيح بالضرر الأقل. ده بيكلم عن ناموس العهد القديم، لسه بيفسر لنا هو ليه كان في العهد القديم وبعدين المسيح له المجد قال لا كفايه كده، مش عاوز الأسوأ دي، ومفيش حاجه اسمها طلاق الا لعله الزنا. كان يسمح بالضرر الاقل ليزيل الضرر الاكبر اللي هي بقى قتل الزوجه، او ان الحكايه تبقى فوضى والحكايه سايبه خالص، حتى لو لم يشرعوا الناموس الاصلي. لاحظوا ان المسيح قال في البدء ما كانش كده، يبقى الناموس الأصلي خالص هي زوجة واحدة وتفضل مراتك طول العمر، ومفيش فكرة أي كراهية أو أي انفصال بأي درجة. إذ يقول الناموس: من أجل قسوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، لكن من البدء لم يكن هكذا، حتى لا يذبح الرجال نساءهم في البيوت، بل بالأحرى يطلقونهم أي يسرحونهم. لأنه بمعنى الطلاق هنا، بصوا في معنى العربي أو الفصحى أو القصد القديم، الطلاق بمعنى يعطي يطلقنا سراحهن، هي معناها كده. الطلاق معناه أطلقت سراح هذه الزوجة، ده المعنى الأصلي عشان ما يحصلش ضرر أكتر من كده. إذن تحول من فكرة بشاعة الزنا حتى أننا نحاربه من أول نظرة إلى قدسية الزواج والحفاظ به. وابتدى يفسر ليه في العهد القديم في نوع من الاستثناء بسبب سوء أخلاق رجالة العهد القديم وأسوة قلبهم، فحط كتاب الطلاق، لكن قال أصلا من البداية مش كده، الزواج مقدس وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. مرة جاية هنتابع طب أمال ليه حط بقى إنه لو في زنا ممكن يبقى في طلاق حتى في العهد الجديد. لإلهنا كل مجد وكرامة
إلى الأبد آمين.